السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضبط الساعة يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ أي نعم مصطفى، تفضل. الله يبارك لك يا شيخ وبارك في علمك. وياك. تفضل يا شيخ. وياك، تفضل. ما أكلمك. عندي سؤالين بس يا شيخ من فضلك. تفضل. السؤال الأول: ما حكم المحرم الذي يوكل أحدا بذبيحة؟ هل هذا يعد من حرمة الصيد أم لا؟ السؤال الثاني يا شيخ. عفوا، يوكل أحد بذبيحة فين يعني؟ في الحرم مثلا، او يعني مثلا ليأكل مثلا او كذا، يوكل احد يذبح لها يأكل فقط قبل الاحرام، يعني قبل الاحرام من احرامه، هل يجوز ام لا؟ السؤال الثاني. لا عفوا عفوا، بس انا مش فاهم كلامك. يعني المحرم الصيد، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. نعم. لكن هل اذا ذبح المحرم شاة واكلها هل يحرم عليه ذلك؟ هذا السؤال. لا لا، ما في شيء ان شاء الله. بارك الله فيك شيخ. الله يسلمك. السؤال الثاني ان شاء الله. كنت في الصلاة وأقرأ القرآن، وفي الصلاة مثلا أخطئ في القراءة، فأقول مثلا وهذا الصوت يعني، فهل هذا يعد يعني من كلام يعني كلام الناس الذي يعني يخرب علي صلاتي أم لا؟ هذا لا لا لا، ليس كذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو، إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أحتاج استشارة حضرتك في حاجة كده، بس اديني دقيقتين أو دقيقة ونص أشرحها لك يعني. تفضل. دلوقتي في شغل بيتم على الإنترنت، نظام شغل البرمجة. والشغل ده بيكون محتاج ناس بيشتغلوه من أمريكا. فالأخ اللي بيعمل الحساب باسمه ده، الحساب ده بيتم بدون علمه، لكن هو ما بيتأذيش، لأن بيحتاج يكون رقم قومي أمريكي وباسبور أمريكي اللي يعمله. وبعد كده الشغل بيتم طبيعي جدا، البرمجة، وكل واحد بياخد النسبة بتاعته. لكن الأخ اللي بيتعمل باسمه الحساب ده مش بيبقى عارف، لكنه لا يضر ولا يؤجر، ما بياخدش فلوس عليه. هل في حرمانية في كده؟ هو غالبا ممكن يبقى مواطن امريكي وممكن يبقى مسلم او غير مسلم، لكن هو لا يضر وبرضه ما بيؤجرش، ما بياخدش فلوس على الموضوع ده، فكده حرام ولا حلال؟ اكمل فيه ولا ما اكملش فيه؟ امهلني للإجابة على هذا حتى استوعب العلم بهذا الباب من كل الجوانب. طيب اكلم حضرتك بكرة تاني برضه يا شيخنا؟ امهلني يومين او ثلاثة. طيب خلاص، يبقى شكلنا افضلك، ولو حضرتك قدرت تتجاوب في فيديو مقتطف على الصفحه هيبقى كتر خيرك المساله دي، لان في اخوه كتير مشتغلين بالموضوع ده حاليا من مصر ومن كل الدول الاسلاميه. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي سليم.
السلام عليكم. وعليكم ساعة واخدة السلام معاك ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يسلم حضرتك. كنت بسأل حضرتك بخصوص شراء سيارة على يعني في السعودية هنا، نظام اللي هو اللي بيسموه الإيجار المنتهي بالتملك. الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز لما يحمله من لا الغرض. يجوز. أيوة نعم، شكرا. هات لنا ماء يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. أريد أن أسأل سيادتكم في سؤال بسيط، ومعذرة على اللغة العربية لأن هي مش أحسن حاجة عندي. تفضل. تفضل. عاوز أسأل حضرتك عن حاجتين. إيه الحالة الوحيدة اللي ممكن يجوز فيها قطع صلة الرحم ولا مفيش؟ في مع العلم، مع العلم الأقارب دول يعني دينيا مش كويسين، وغير كده هم يعني معنى الكلمة سحرة، ودول أقرب الأقربين إلينا، فمش هينفع يعني إحنا مقاطعينهم، فالناس لهم الظهر، ففي الحالة دي نعمل معاهم إيه؟ أنا مش المقاطعة، عارف. المقاطعة جائزة حينئذ، بل قد تجب. إيه؟ المقاطعة جائزة بل وقد تجب إذا هناك ليه؟ ضرر، قد تجب. يعني من على سبيل المثال، إذا كان الأقرباء يحاربوننا في الدين، والله قال في كتابه الكريم: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأظهروا على إخراجكم. إذا كانت تحاربون في ديننا، أو كانت مثلا بنت عمك ستفتنك، أو كانت، لا افترض بس أن بذكر حالات لا تخصك، حالات عامة يعني، أو ابن عمك سيسحرك أو سيسرقك في ضرر متيقن من وقوعه، لا، في الحالة دي ابتعد ابتعد. هو ده تيقل، لان هم يعني الوالد وعظهم وقال لهم حرام اللي انتوا بتعملوه ده، فراح قالوا له خلي ربنا ينفعك يعني، فمش خلاص مش ابتعدوا فاهم. عنهم، ابتعدوا عنهم، تمام. لا ضرر ولا ضرار. ففي الحالة دي حالات، إذا في ضرر ما هو في ضرر، بس خلاص هو اللي ابتعد عنهم يا أخي، خلاص. تمام، اسابك الله. أيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. مبارك في مصر. الله يبارك فيك، تفضل. نعم. أنا شفت فيديوهات لبعض المشايخ أمس وقبل أمس، الشيخ محمد حسن الجلال بيقول ترجمة الشيخ مصطفى العلو، بيقول بعض الكلام. ما معنى ترجمة الشيخ مصطفى العلو؟ يعني يعني إيه ترجمة الشيخ مصطفى العلو؟ لا، ترجمة أي شخص، ترجمتك أنت اسمك إيه؟ اسمي محمد، محمد. محمد، أترجم لك هو ليه محمد؟ محمد ابن فلان ابن فلان، ولد في مدينة كذا، درس كذا، تعلم على يد فلان. سيرة ذاتية. السيرة الذاتية، الله يبارك فيك، هو هذا. هو سماه العلماء ترجمة، الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. عندي سؤال لحضرتك، بالنسبة لو أنا عندي ورد قرآن أو أذكار يعني، وأنا بقول يكون مثلا تقيل على قلبي أو عاوز أخلص، هل كده ممكن يضيع الثواب؟ لا إن شاء الله ما يضيعش الثواب، أنت مجاهد إن شاء الله. يعني مفيش مشكلة مثلا إن لو شاء الواحد الله مثلا عاوز مع التعب كلنا يحصل لنا هذا. تمام، شكرا لحضرتك، الله يبارك فيك، ربنا يعطيك الصحة يا رب. وياك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن لله 99 اسما، من أخفاها دخل الجنة. أنا سمعت إن في حد بيقول لله أكثر من 99 اسم.
أيوة، يقول الفضيلة، هذه الفضيلة من أحصاها دخل الجنة، اللي اه يحصي 99 اسم مخصوصة ليعرفهم يدخل الجنة، نعم لكن في أسماء ثانية ليست لها هذه الفضيلة. نعم طب ما هو آداب الدعاء؟ دعاء له أدب كثير يا بني، تحمد الله وتصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتدعوه تضرعا وخفية، وتجتهد أن يكون الدعاء خفيا قدر الاستطاعة، وتجتهد أن يكون الدعاء خفيا، وتقدمه بتوسلات: يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا. في للدعاء يعني مجموعة آداب، لنا كتاب اسمه فقه الدعاء أو من فقه الدعاء، حاول تحصل عليه، ما حصلش عليه عندنا نسخ لك هدية، نرسل لك هدية إذا أنت تواصلت معنا. امبارح كنت بسألك على علل الحديث، انت قلت البارحة، البارحة مش امبارح. لماذا تقلب اللام ميما؟ هي البارحة امبارح سألتك اللي هو ايه برضو، مش انت هتعرف على علل تحصل. الحديث، انت عرفتني يعني علل الحديث كويس، بس انت قلت لي ان انا عامل سلسلة على اليوتيوب دورت عليها ما لقيتهاش. لا عبد الرحمن، دروس مصطلح الحديث، دروس مصطلح الحديث. دروس مصطلحات الحديث والمحدثين. حاضر، شكرا. الله يكرمك. شغلتك كيف يا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لي سؤال عند حضرتك، اتفضل. لو مال زكاة ممكن اجيب لبس بيه لطفل يتيم، بيبسي؟ او لبس ملابس ايوه. لطفل يتيم ويتحجب من الزكاة، ولا لازم أعطيه مال؟ أولياءه رشدة، أولياءه رشدة بس ياخدوا الفلوس مش مؤتمنين عليها يعني. ما هو إذا كانوا رشدة وغير أمناء انظر في حاجة الطفل آتي بها، لكن إذا كانوا رشدة وأمناء سلمهم الفلوس، هم أعلم به منك. تمام، شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك، حبك الله يا جهاد نوفل. السلام عليكم. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، عامل ايه؟ تمام، الحمد لله. ما بركاته شيخ مصطفى، معلش كان عندي سؤال بس. تفضل. مصطفى، انا شغال في محاسب في شركة تقسيط. محاسب في شركة تقسيط. ايوه. الشركة لما بيجي عميل بيعوز منتج بقى ونحن نقسط، هل علي انا ذنب في القصة دي؟ الشركة دي تمتلك السلعة ولا لا تمتلكها؟ هي في الأول كانت بتمتلكها لكن دلوقتي لا، عند التجار. لا يجوز، تمام يا شيخ مصطفى. هذا وسيط ربوي، وسيط ربوي، وبك نفع الله. الله يبارك فيك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته سيدنا. تفضل. الله يحفظك. لو سمحت يا شيخنا، ما هو أول كتاب يبدأ به في مادة المصطلح؟ يعني في كتب صغيرة، إذا بدأت بكتاب نخبة الفكر، في كتاب لنا اسمه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث، شيء خفيف كده. هل فضلتك تقبلني أطلب ما هذه تسمع، المادة على أكمل إيه؟ الكلام يا أخي بس، نعم يا شيخنا، سأكمل، أكمل الجواب. تفضل يا شيخنا. قلت لك كتاب نخبة الفكر لابن حجر، لنا كتاب اسمه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث، في كتاب أوسع شيئا ما وأفضل شيئا ما، وهو كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، في كتاب الباحث الحثيث، ولنا كتاب أوسع يعني أوسع في هذا الباب اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين. هذه التسلسل. عندك شيء آخر؟ الله يبارك فيكم يا سيدي. الله يكرمك. السلام عليكم. نعم يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي فضيلتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يكرمك يا رب. بعد إذنك يا شيخ مصطفى، كان في حاجة كنت عايز أعرف صحة، إن أنا قريتها كنت عايز أعرف صحتها من عدمها.
قرأت إن في ورقة يعني في مسجد كانت موجودة إن من صلى صلاة الصبح كان في وجهه نور، ومن صلى صلاة لا ضعيف، ومن كان اللي هو كل الفضائل بتاعة الصلوات دي كلها ضعيف كلها ضعيفة. تمام، الله فليس يبارك فيك يا فيها شيخ، ولا حديث. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى سؤالي. نعم. حضرتك، هو في حاجة يعني لو أنا مثلا بطلع مبلغ كل شهر لله، بس أنا في نيتي إن هو المبلغ ده أنا كل يوم ببقى عايزة أتصدق صدقة بس بجمعه لآخر الشهر، ده كده ينفع؟ يعني أنا كل يوم هو حي. عفوا عفوا، هو زكاة؟ نعم؟ زكاة؟ لأ ده صدقة. لا بأس، يعني أنا كده يعني إن شاء لا الله يبقى. الصدقة افعلي ما شئت لم تكن نذرا. لا لا لا، أنا كل شهر بطلع بس بنية إن أنا كل يوم بتصدق. لا ما نسلم لي، طب سؤال تاني بعد إذنك. تفضلي. أنا رجلي كنت واقع عليها ومجبساها، فحاليا انا فكيت الجبس بس المكان الوقع بتوجعني جامد، فلابسه هنك كده يمسك رجلي، فكل لما باجي اتوضى بخلعه وارجع البسه، كل لما اجي اتوضى لا ممكن اما اجي اتوضى امسح بس الحته اللي باينه من رجلي وامسح عليه، ولا لازم اقلعه واتوضى تاني؟ هو مغطي رجلي كلها ولا ايه بالضبط؟ لا لا، ما يعني كف رجلي باين وبعد كده ايوه. متغطي. اغسلي ما استطعتي وتيممي. امسح على اللي على اللي على اللي باقي. اغسلي ما استطعتي من رجلك وتيممي، وان شئت امسحي الباقي مسحتي. التيمم يجزئ. طيب تمام، جزاك الله. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. بعد حضرتك يا شيخ مصطفى، في واحد صديقي سألني سؤال ومعلش، فأنا قلت له مش عارف والله، بس قلت لك بالشيخ مصطفى العادة بسأله لك. هو اتفضل. بيقول لي هما الجامع عندهم جامع في المنطقة بيقفل بعد صلاة العشاء، تمام؟ بس هم يعني عارفين العامل بتاع الجامع وكده، فبيقعد ساعات يذاكر بعد العشاء، وبيستخدم الكهرباء، والكهرباء بتبقى بكارت شحن كده، الكروت اللي هي الجديدة دي، ومش عارف بقى هو كده ده حرام ولا ايه، ودي تعتبر مثلا يتبرع بجزء من ثمن الكهرباء، نعم؟ يتبرع بجزء من ثمن الكهرباء. ماشي، جزاك الله خير يا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. اتفضل. سؤال يا شيخ بخصوص في واحد أعرفه كان في مشكلة بينه وبين زوجته، خلاف يعني، فأصرت عليه إنه يطلقها، يعني قعدت تقول له قولي أنت طالق، قولي أنت طالق، قولي أنت طالق، فالمهم هو قال لها بنفس الطريقة بتاعتها كده يعني، ولا يقصد يعني. قال انت طالق. قال لها انت طالق، بس هو بيقول ما كانش في نيته خالص انه يطلقها، الطلاق وقالها واقع، بنفس الطريقه اللي هي بتقول بيها يعني. الطلاق ده يقع؟ واقع. لا ما تفهمني، قال ايه؟ ماذا قال؟ انت ليه كاتم الكلمة؟ لا، هو قال لها انت طالق، هي قاعده تقول له طلقني، قول لي انت طالق، الطلاق قول لي كده واقع، انت طالق، بنفس الطريقه دي يعني. الطلاق قال لها واقع، الطلاق يقع. واقع. طيب يا شيخنا جزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، وصلتني رسالة بتم تحويل مبلغ رقمي 71 جنيه، أظن يعني أحد حولها بالغلط، وانتظرت ورقم الظاهر عندي مين حولها، يعني الشركة بس هي اللي مبعوت اسمها، وانتظرت يومين ومفيش حد رن عشان أرد له المال، فأعمل إيه في المال ده؟ ما حكم؟ والله انتظري سنة، انتظري مدة زمنية طويلة، مش سنة يعني، سنة في اللغة الكبيرة، لكن ممكن تنتظري زمنا جاءك، وإلا خلاص استمتع به.
استمتعي به، وبعد ان شاء صاحبه في مدة قريبة رديه الي. رمانة لو عندها 44 سنة ووالدها وإخواتها رافضين زواجي تماما، أنا محتاجة للزواج. يجوز أن المأذون يزوجني؟ نعم يجوز، إن استأجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. كانوا رافضين تماما مبدأ تزويجك، لك أن تتزوجي وتتعففي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا مولانا، أنا أعمل في شركة، والشركة تذهب إلى المواطنين في المنزل وتقوم بإصلاح بعض الأشياء. أيوة. والشركة تلزمنا ألا نأخذ أي مصاريف ولا أي أتعاب من المواطنين، لكن المواطنين يصرون، يعني أنا بروح مثلا بموتوسيكل، فالمواطن بيصر إن هو يقول لي ده بنزين الموتوسيكل، ويعني بيديني فلوس ولكن مبلغ بسيط، يقول لي لا هتاخده، قالوا لا الشركة ما ينفعش، قالت لنا ما ينفعش ناخد فلوس وكده، فهو بيصر إن أنا آخده. هل لو أنا أخدت الفلوس دي فيها حرام؟ إذا كان بالتوصيف المذكور لا بأس. جزاك الله خيرا. توصيف مذكور. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله، تفضلي. ارفع الصوت يا اختي. حضرتك انا كده سامع حضرتك سامعني؟ والله سامع صوت ضعيف. حضرتك كده سامعني؟ لا بأس، تفضلي. بص يا شيخ مصطفى، معلش انا عايزه حضرتك كده فتوى سريعه. انا اتخطبت وعمري 28 سنه. ماشي. وفضلت مخطوبه سنه، وخلال السنه دي كلها من اول ما طلعت فتحتي، بعد ما طلعت فتحتي كده بكام يوم، كنت دخلت عمليات، يعني انا مريضه سكر، يعني دخلت عمليه حاجه مفاجئه كده في رجلي. وطبعا قلت للخطيب يعني، قلت له حصل كذا كذا، عشان يعني لو انت مالكش ناس تكمل فخلاص، فهو وافق بس ما قالش الاهل. دي حاجه ما تل، يعني حاجه مش بالعادي. انا قلت له على كل حاجه فيا، حتى الضرس اللي انا خلعاه، قلت له على كل حاجه فيا. وتمت الخطوبه وكملنا السنه، وخلال السنه دي انا عملت 3 عمليات، وكلهم كانوا عمليات صعبه جدا، وكلهم قلتهم له بتفاصيلهم كل حاجه فيهم، ما خبيتش عليه حاجه تانيه. وخلاص حبيت من الفرح، وقبل الفرح باسبوع واحد بس، باسبوع واحد بس، هو خد شقه، هو خد شقه جنب اهلي، انا ما طلبتش ده، يعني هو اللي جاب الشقه، جابها من على النت جنب اهلي، كانت شقه ايجار جديد، وانا ما اعترضتش، يعني انا خلاص انا اللي انت موافق، اللي انت هتجيبه على قد امكانياتك انا موافقه دي. جبنا الشقه، وقبل الفرح باسبوع واحد بس، بعد طبعا ما جبنا الشقه، وانا جبت بعدين بس خلصي السؤال. جبت حاجتي على مقاسها يعني وكده، قال لي قبل ما انقل العزالي ان انا في شقه فاضي في بيت اهلي فانا هاخدها، فانا رفضت. ليه؟ قلت له يعني انا اولا مش قايله اهلك ما يعرفوش عني ان انا فيها كذا كذا كذا، وانا مش هينفع افاجئ اهلي ان انا عزالي بدل ما يروح هنا يروح الناحيه الثانيه، وانا جبت جهاز بتحكي عن ده. فقال لي لا مش هينفع وبتاع، المهم اختلفنا، وبعدين فجاه بيتكلموا معايا واتفقوا في القعده اللي قبل في النقد العزال دي، ان هتجوز في الشقه اللي جنب اهلي 3 شهور، وبعد كده هنقل في الشقه اللي جنب اهله ومفيش اي حاجه. وكتبت القايمه زي ما يرضي الله، ما فيهاش جنيه زياده. وبعدين بس خلصيني الموضوع. اي انا المهم الموضوع، يعني جينا بقى ساعه ما مضي القايمه، ما رضيش يمضي على القايمه، وقال كل شيء اسمه وفيه، وانا كنت بدفع له فلوس من ورا اهلي بساعده، يعني بنجهز، يعني قلت مش مشكله احنا نبقى بيت واحد يعني. كتبت الكتاب ولا لا؟ ما كتبناش. طيب سؤالك قبل الفرح بيوم واحد بس. سؤالك عن ايه الان؟ سؤالك عن ايه الان؟ انا دلوقتي انا اتظلمت ولا لا؟ والفلوس اللي انا طبعا انا ليا فلوس، لما طلبت بيها ما رجعهاليش، ما رجعهاليش، وكنت دافع مبلغ. الكلام ده من متى؟ الكلام ده دلوقتي هيكمل سنه، وانا طبعا حالتي النفسيه بقت، انا اتخطبت وانا كبيره وفسخت وانا عملت. هو اتزوج ولا ما اتزوج؟ لا ما اتجوزش، هو كان متجوز قبل مني وعنده بنت، وانا راضيه بكل حاجه، انا ما خبيتش عليه. طب بس اسمعني كلامي بس، يعني ما فيش واحد طيب يدخل للاصلاح؟ والله تدخل حد على خلق وعلى دين زي حضرتك كده، وشكر فيا جدا جدا، بس والدته رفضت. يعني انا اخواتي تنازلوا عن كل. على العموم التخرجات الماديه هذه قضية تسمع من الطرفين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مشتاق
مشترك في نادي وبدخل ناس مش أعضاء في النادي بالكارنيه بتاعي، غش. مش مشتركين في النادي. ايوه غش، هذا غش. طيب كذا الله خير. رأيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك الله يا رب يسلمك. ويديم نفعك لينا وللإسلام والمسلمين يا يا رب. رب وإياك يا رب والسامعين والسامعات. شيخنا الحبيب، لو تسمح صحة حديث لو كان الإيمان، لو كان الإيمان في الثريا لتناوله رجال من فارس. أشار إلى سلمان الفارسي، ثابت صحيح. طب لو سمحت، لو إمام صلى المغرب ونسى صلى ركعتين بس والمأمومين كذلك نسوا يذكروه، ففي الحالة دي بعد انقضاء الصلاة أحد ذكره ولا لا؟ ما أحد ذكره حتى أتت صلاة العشاء. يعيد الصلاة ويعيدوها. يعيد الصلاة. أيوه. لو أحد خالف الإمام، يعني مثلا الإمام سهى صلى المغرب بركعتين، فهو قام جاب الركعة الثالثة بعد كده الإمام بالمأمومين لما ذكروه قاموا أتوا بالركعة الثالثة، وده صلى يعني أتى بالركعة منفردا والإمام بالمأمومين أتوا بيها صلاة كل صلاته صحيحة. صحيحة؟ أيوه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا بعد إذن حضرتك، عندي استفسار بس. اتفضل. دلوقتي أنا شغال في مجال التسويق الشبكي، يعني في تاجر عنده بضاعة وأنا بعرضها ولو عايز عميل يشتريها أنا بقول للتاجر يبعت له البضاعة وأنا آخد نسبتي من التاجر بعد التسليم. دلوقتي لو العميل بعت لي أنا الفلوس على محفظة فودافون كاش والتاجر بعت له البضاعة مع مندوب الشحن، هل في مشكلة؟ بس بيبعت الفلوس قبل ما أنا أبعت الشغل. ودي البضاعة معروفة يعني؟ هي ملابس رياضية. يعني معروفة موصوفة تماما للمشتري؟ موصوفة تماما، موضحة بمميزاتها. نعم؟ أيوة موصوفة تماما يا شيخ. موصوفة تماما. إيه المشكلة عليك يعني؟ المشكلة إن أنا باخد الفلوس قبل ما أبعت الشغل. مفيش مشكلة. عادي يعني لا بأس إن شاء الله؟ عادي إن شاء الله. طيب هو موضوع التسويق الشبكي ده مفهوش ليه؟ التسويق يعني الشبكي شغل نصب واحتيال الا اذا كانت السلعه معروفه. لا هو السلعه في الملابس وانا بعرضها وببعت العنوان للتاجر لا، وهو بيبعت. التسويق الشبكي يشوبه عدم معرفه نوع السلعه بدقه. هو انا بوضح يا شيخ، يعني بوضح بنسبه 100%. انا اقول لك لازم السلعه تكون معروفه لدى الجميع. الله يحفظك، شكرا. ما حكم جلوس البنت مع العريس في وجود الأب في وجود الأب إيه ده؟ والأب نائم؟ كيف وجود الأب والأب نائم يا حبيبي؟ وهل هي بنت مخطوبة ولا معقود عليها؟ وضح سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا كان عندي سؤالين، أولاً لو أنا ببيع مثلاً عصير تفاح على اساس ان هو خمره من باب ان انا اخلي الناس ما تشربوش عفوا عفوا، ماذا قلت؟ لو بعت مثلا عصير تفاح على اساس ان هو خمره بغش الناس، ولكن علشان الناس ما تشربش الخمره، هل ده يجوز؟ تبيع عصير تفاح لانه خمره وهو ليس بخمر، انما حتى يعني تغنيهم بيع عن الخمره. ايوه والله هذا لا يجوز لك، لا يجوز. تمام. لأنك هتتكلم إنك بقى خمر. ما هو هي هتبقى سمعة وحشة، ولكن همنع الناس إنها. لا لا لا. تمام. لو أنا عندي دين، معلش، هو المفروض يسدد، ولكن ما سددتوش، وبعد وبعدين حال عليه الحول، المفروض يدفع عليه زكاة، هو أصلا مش فلوسي، والمفروض إن أنا أسدده بس مانع. حد كان مسافر، صاحب الدين مسافر و لا لا تخرج إلا بعد إخراج الديون التي عليك. تمام، شكرا. الله يسلمك.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة يا شيخ. يا رب وإياك. بعد إذنك يا شيخ، في سؤال بس، هو اللي ذكره الحاكم في المستدرك اللي هو ملك الأرض، ملك الأرض أربعة أناناق. في راجل من حلوان، إيه بقى معنى راجل من حلوان دي يا شيخ؟ ها في إيه؟ إيه؟ ورجل من أهل حلوان. حلوان مدينة حلوان. اللي هي فين؟ في مشارف القاهرة بداية الصعيد، حلوان مشارف حلوان، مصانع الحديد والصلب في حلوان. طب مين هو ده يا شيخ اللي ملك الأرض دي؟ ها؟ مين هو ده؟ اللي ملك الأرض؟ أيوه. والله هم يذكرون أربعة ملكوا الأرض. تمام. يذكرون ذا القرنين، ويذكرون سليمان عليه السلام. تمام. ويذكرون اسكندر المقدوني. يا شيخ النمرود؟ لا ادري والله، ما ادري. طب بعد اذنك يا شيخ انا محتار يا شيخ، خليك معايا بعد اذنك بس. انت بتضر الحاجات مالهاش لازمه. مره يا شيخ انا وقعت فيها كده بالصدفه، انا هحكي لك بقى حكايتي يا شيخ وتقول لي انا مين وانا ايه حكايتي في الدنيا دي. طويله ولا مختصره؟ الحدوث. اسمعني بالله عليك يا شيخ. ما اسمعك بس ما تضيعش وقتنا، اذا كانت مختصره تفضل، طويله على الهاتف الخاص. حكايتي كبيره يا شيخ وما يعلم بها الا ربنا. ايوه كلمنا على الهاتف الخاص الله يغفر لك. طب سيبني رقمك يا شيخ بعد 0553333883. ودعوتك معايا بالله عليك يا ربي يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلام ظلمات يوم القيامة. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث الظلام ظلمات يوم القيامة. الظلم الظلم. نعم. الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم سيكون برضه على الصالحين. ها؟ ولن برضه هل سيكون على الصالحين؟ ولن برضه ولا هم الصالحين مش ظلمة. كلام على الظالمين، الظلم ظلمات الظلم يأتي على أهل ظلمات يوم القيامة. يلا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوه يا شيخ، أنا بجلس مع أطفال من بعد صلاة المغرب لحد مثلا أذان العشاء، واول ما الاذان يعني ممكن يعني بنكمل لحد مثلا بعد الاذان، انا ببقى عايز اخرج اصلي العشاء في مسجد تاني، هل ينفع ان انا اخرج بعد الاذان ولا يكره حتى لو انا يعني في الغالب ببقى الامام الا لو لك مصلحه؟ هو لا يعني انا المسجد اللي بروح له يعني في الغالب ما بيبقاش في حد هناك متقن للاحكام، فيعني فانا بروح يعني انا اللي يعتبر الوحيد اللي ببقى متقن للاحكام، فبروح فبخش اصلي. يعني انت تذهب من اجل ان تؤم الناس في مسجد اخر؟ اه لا بأس. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل. محمد صلاح مع حضرتك يا شيخ من المنيا. اتفضل. اسال حضرتك، والدتي مسنه عندها 62 سنه، ما بتقدرش تطلع الشارع كده يعني، الا يعني هي تخاف عليها يعني من الست ولا كده كله، هي عاوزه تحج ماشي، واحنا مصاريفنا ان نطلعها هي تحج، لكن ما بتقدرش تطلع معاها، فينفع لحد بالنيابه بدلها، لاي حد يطلع بالنيابه بدلها؟ ممكن. قالت امراه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عنه. تمام، بس بالنسبة لوالدتي هي معاها كده، بس أنا ما أقدرش أطلع معاها يعني. خلاص انتهى الجواب. أب سيصرف على إحدى بناته مبلغ 1,000,000 جنيه لتعليمها في خارج، وذلك تحت ضغط من الأم، لكن إخوانها ساخطون. هذه قضية تنظر عن قرب يا أخي، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى.
عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا في البلد يا شيخ مصطفى بيعملوا بيحطوا زير كده على حرف القبر وبيلزقوه وبيحطوا زي طبق فخار كده وبيحطوا في الاتنين ميه، دي للحيوانات وده للإنسان، ويقول لك صدقة جارية. هل هذا الفعل صحيح ولا غلط؟ ماذا يصنعون؟ بيجيبوا زير، عارف الزير؟ معروف الزير. وبيلزقوا بالاسمنت على حرف القبر وبيملوه ميه، وبيجيبوا برضو طبق فخار كده على الحرف الثاني وبيضعوا في ميه، فيقول لك ده للحيوان وده للانسان صدقه جاريه. يعني في ناس بتشرب بالفعل من هذا. اللي في الجبل بيشرب. فعلا. والله لو أبعدوا عن القبر إذا كان بالإمكان يكون أفضل. هو ده يدخل في بناء فوق القبر؟ لا يعني مش هدخل في بناء فوق القبر، بس يعني القبر سيمتهن بهذه الطريقة. الأفضل يعملوها خارج القبر. أيوة الله يسلمك، والأجر واصل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، اتفضل. انت عايز استفسر عن صحة حديث من خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله كان له كأجر الحاج المحرم. لا يصح. طيب، طب فضل الخطى للمساجد، يعني الأحاديث الصحيحة اللي وردت في الخطى للمساجد. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ انتظار كثرة الخطى إلى المساجد عفوا اسبغ الوضوء عن المكاره، كثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. تمام. كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. ده حديث صحيح برضه. ايوه. دعوتك لنا يا شيخنا والله. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. لدي سؤال. سل. بالنسبة للهجرة إلى البلاد غير المسلمين، هل سيسأل الأب عن ذريته لو خرجت من الإسلام؟ والله الرسول يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، اتفضل. مولانا عاوز استفسر كان حاجه. طيب اتفضل. في شغلانه جاتي عباره عن مندوب ماسك معايا تليفونات بتاجر فيها بس بطلعها قسط. انت تملك التليفونات؟ بتاجر في تليفونات، يعني مندوب تليفونات. اسمح لي بس، يعني أنت تملك الهواتف وتبيع بالتقسيط أو بالآجل أو بالنقد جائز؟ يعني مش بتاعتي أنا، أنا شغال مع شخص يعني هو مالكها، بس أنا شغال معاه، شغال بالقسط يا مولانا. يعني إذا كان البائع مالك السلعة، هذه سلعتي تليفونات أي سلعة كانت، من حقي كمالك للسلع أن أبيعها، أحل الله البيع، بالتقسيط جاز لي، بالنقد جاز لي، بالتفاوت في السعر بين النقد والتقسيط جاز لي. إذا كنت أنا عايز أستفسر بس في الحتة دي. طيب إذا كنت أنا أملكها. طب أنا ببيع قسط، بس قسط اللي هو مبالغ فيه شوية. أيا كان، ما دمت أملكها أحل الله البيع. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الغالي. اتفضل. كان عندي بس سؤالين لحضرتك. الاولاني يا فندم، لو انا بصلي سنه العشاء وحد جه ورايا يصلي العشاء ورايا، هل اجهر بالصلاه ولا افضل اسر الصلاه زي ما انا؟ بتصلي سنه العشاء؟ انا بصلي سنه العشاء كما تحب. حد ورايا بيصلي العشاء بقى ورايا، في النوافل الليليه الامر واسع. ممكن يعني انا مفروض اجهر ولا افضل؟ بقول لك ما في مفروض، كل الامر فيه ساعه، يعني يجوز تجهر يجوز تسر، الامر واسع. السؤال الثاني يا شيخنا بعد اذنك، لو انا حطيت الفلوس في البريد وانا مثلا المبلغ اللي هيطلع صيد ده انا هطلعه مش هستهلكه، هل برضك عليا اسم او وزر في كده؟
أفلح إن صدق. يعني انا مش هستهلكه في حاجه الا إيه؟ وهل يمكن استهلاكه في بعض مثلا تجديد رخصه السياره او لا 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 لا, لا تستفيد منه اي استفاده. تمام، يعني لو انا خرجته كله بدون استفاده منه يبقى في وزر ولا مفيش وزر عليا؟ لا مفيش وزر ان شاء الله. بقول قلت لك افلح ان صدق. تسلم يا شيخ، تسلم. سوريا مطلقة ومقيمة بمصر ولدي أبناء، لا أبقى في مصر دون محرم لأكون مع أبنائي علما أني صغيرة في السن، ماذا بتركيا حيث يوجد أخي لكن سأحرم من أبنائي؟ إذا كان الوضع عندك في مصر آمن تبقين مع أبنائك أفضل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. أحبك الله الذي أحببتنا له. الشيخ صديق لي يعمل مهندس، هو مهندس وبيعمل في استخراج ترخيص المباني من الوحدة المحلية. والموظف أو الإجراء، طبعا بيتم إجراء أو الإجراء، في موظف بياخد بيبقى عشان ياخد فلوس، هو سواء خد أو ما خدش ما بيعطلناش الورق ولا بيبدينا عن حد، لكن هو بيبقى عشان بس إنه ياخد فلوس. يعني ياخد فلوس يعطيكم حق غيركم أو يعطيكم حق ليس لكم أم لا؟ لا يعطون حقهم، ليس لنا. هو حقكم. حقنا بس هو بيبقى عشمان ياخد فلوس، ولو ما خدش ما بيعطلناش برضه الورق، بيمشي لنا الورق عادي، لكن ما بيعطلناش ورق، لكن هو بس يبقى عشمان بس إنه ياخد. والله إذا كان كده لا بأس، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. استاذنك في مسألة يا شيخ. تفضل. مقيم في الرياض. ماشي. رايح عمره الاسبوع دوت. ان شاء الله. ماشي. ان شاء الله. ثم برجع للرياض تاني عشان خاطر شغلي. لكني مشترك في حملات خدمة حجاج، فبدخل اول ذو الحج عشان خاطر ارافق الحملات في خدمتهم. وربنا يرزقنا بالحج معهم يعني. الشاهد ألبي بإيه؟ تمتع ولا إفراد ولا إقران؟ طبعا إقران صعب جدا. تاني كده يا شيخ. مقيم في الرياض. أيوه خلاص. بدخل مكة هذا الأسبوع، بعمل عمرة وبرجع تاني الرياض. إن شاء الله. ثم برجع في أول ذو الحج. دي عمرة مستقلة ليس لها رابط بالحج. يعني هذه العمرة الأولى من تناولتها عمرة مستقلة ليس لها ارتباط بالحج، صح كده ولا أنا فاهم غلط؟ طيب أسألك، تنيتك بهذه العمرة إن عمرة التمتع ولا عمرة ثانية؟ لو عملتها تمتع يا شيخنا ينفع أطلع برا مكة وأرجع الرياض تاني ثم أدخل أول ذو الحجة؟ والله أنا أختار هذا الرأي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالتحلل بعد أن اعتمروا قالوا أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله، على كل صور التحلل. الله يسلمك. لا بأس لا بأس لا بأس. السلام عليكم. تحت بركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز اسال بس، لو عندي محل، عايز حد عايز ياجر مني محل بقاله. ها؟ محل بقاله وبعدين؟ ممكن هيبيع فيه سجاير او حاجه، ده في مشكله عليا. الغالب على محلات البقاله ليس السجاير. السجاير شيء واحد من 1000 سلعه. تمام. يعني يجوز لي ان انا اجره له عادي يعني؟ يجوز تاجر محل بقاله لاي واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. سؤالين لو سمحت يا شيخ. اتفضل. السؤال الاول هو انا كنت حجيت زمان وانا عندي 16 سنه. مع والدي. حجيت وانت عندك 16 سنه مع والدك. دي تعتبر حاجة كاملة تسقط فريضة الحاج عني ولا لازم أحج تاني أما أكبر؟ كان عمرك 16 سنة كنت بلغت؟ اه خلاص تكون حجة الفريضة خلاص. طب السؤال الثاني هو يجوز إن أنا مثلا أكون بلعب مثلا
مثلا في مباراه كوره ولا حاجه واحرز هدف، يجوز ان انا اسجد يعني بعد ما اجيب هدف جائز ان انا اسجد ولا ما في مشكله؟ شكرا شيخ مصطفى، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ما حكم الايجار او العائد من المال الماخوذ من ايجار البنك؟ يعني تأجرت مبنى لبنك؟ نعم. كنت جاهلا؟ كنت جاهلا بماذا؟ بأن التأجير مكروه أو يحرم؟ يعني أنا أعلم أنه مكروه ولكن لا أعلم أنه يحرم، لا يحرم. إذا كنت تعلم أنه مكروه ولا يحرم خذ المال. تمام. طب في الأصل يا شيخنا هل التأجير في الأساس إذ لم لا نفس الحكم يكره؟ لو أنا ما أجرتش وعايز أأجر أو ما أجرش يكره ولا حرام؟ لا يكره، لأن البنك تعددت أغراضه الآن. تمام. يبقى إذا الحاصل إن أنا لو هأجر يكره، المال اللي أنا هاخده برضه من البنك يكره برضه، ليس حرام. يعني التصدق بجزء منه. مرحبا يا ياسر عسل. ياسر يشكر ياسر عسل كل يوم يسلم اكرمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. اتفضل يا حبيبي. شخص قال لامرأته هي لا تريد اخذ العلاج، فقال لها علي الطلاق، انا سالب فلوس عشان اجيب العلاج، فهو مش مستلف. كذاب. ما تحسبش طلقة. يعني هو كذاب لان يرى عادتهم على الكذب في هذه الاشياء. ماشي. سؤال ثاني بعد اذنك يا شيخ. ماشي. شخص حلف يمين على شيء انه ما يحصلش كذا يمين، يعني ممكن 10 ايمان انه ما يحصلش، فهو كفاره واحده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اتصلت بحضرتك من شويه، بس والدتي مش مريضه مرض يعني يمنعها من المشي وكده، ده كله هي مرض عادي، بس المشكله احنا ما نقدرش نسيبها تسافر وحديها. يعني عفوا هي تستطيع ان تحج وتقوم بنفسها ام لا؟ تستطيع، لكن لازم حد يسافر معاها عشان يقدر يخلوا باله منها، يعني بالنسبه للسكن والمواصلات وده، لانها مش متعوده انها تطلع من البيت خالص. والله يعني هل حجة يمكن يتيسر فيما بعد مع واحد منكم؟ لا انا ما عنديش امكانيه نقدر نطلع احنا الحج، فهي معاها امكانيه فلوس تقدر تطلع الحج، بس هي ما ينفعش مش هنقدر نسيبها لوحديها، يعني انها تسافر لوحديها او تسكن لوحديها او تروح تعدي المسائل المناسك لوحديها صعب عليها خالص. ما في معاها رفقه امنه؟ مش لاقي حد رفقة أمينة خالص. خلاص ما عليها مشكلة، حد يحج عنها ما في إشكال. حد يحج عنها بالإنابة عادي ما فيش مشاكل. إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخ حاتم بن حمدي، غفر الله لنا ولكم، حفظك الله ومن فهمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رأيت الشيخ سعود الشريم في المنام. رأيت الشيخ سعود الشريم في المنام، الله يحفظه يا رب يحفظك. وبعدين هو فسر لي آية سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، وفسر لي آية سورة عمران. على العموم التفاسير لا تؤخذ من الرؤى المنامية، التفاسير تؤخذ من الكتب المفسرين المعتمدة، ليس من الرؤى المنامية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وظيفة الشيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. سؤال لو سمحت. تفضل. رجل يريد الحج ويريد أن يصوم العشر الأوائل أو لغاية يوم 8 ليوم التروية صيام في هناك في الحج، ويريد أن يصوم في نفس الوقت، ماذا يفعل؟ ويريد ايه؟ هيطلع حج ان شاء الله. ايوه.
وهي عايز يصوم الثمانية اللي هم لغاية يوم التروية. طيب. وعايز ويعتمر في نفس الوقت. يعتمر؟ عايز يعتمر اه. شو اعتمر في الأول؟ لا لسه ما اعتمرش، عايز يعتمر. يعني هو حاجي مفرد ولا متمتع ولا قارن؟ متمتع. طيب ما المتمتع يهلي من الميقات بعمرة. تمام، عايز يصوم يا فضيلة الشيخ. ما يصوم براحته، دي مالهاش صلة بالحج. لا عشان هيحلى ويوم الأظافر، يعني الأخذ من الأظافر والشعر. لا مستثنى مستثنى، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أصفري شيئا، مستثنى منه الحاج والمعتمر. تمام يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. معلش في سؤال، في آية القتل الخطأ، الآية بتقول ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة، في آخر الآية فمن لم يجد، فمن لم يجد دي عايدة على الدية الاثنين الاثنين. طيب دلوقتي فمن لم يجد، ما هو اكيد دلوقتي مفيش تحرير رقبه، يبقى لو حد معاه الديه كده هيصوم شهرين، سيصوم. نعم يعني الايه دي فمن لم يجد يعني ايوه الاثنين معا، يعني في جميع الاحوال لازم يصوم. ايوه لكن في اتجاه كده، ونطرح المساله دي على المجامع العلميه لعلهم يفتوننا فيها باجتماع. ان في حاجه تعوض عن تحرير رقبه، يعني اللي هي قيمه الرقبه، قيمة الرقبة نصف عشر الدية. تمام، الكلام ده محسوم ولا في لسه في كلام؟ لا لسه يعني في كلام، ما احنا داخلين هي قيسة. ماشي جزاك الله. مش محسوم لسه. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، من فضلك كان عندي استفسار. المفروض ان شاء الله في اضحية وعقيقة، فانا هاخد سدسين يعني في العجل، بس العجل صاحب المزرعة قال لي ان هو اكبر من سنة، بس هو مش عارف هو قد ايه، وهيعمل حوالي 350-400 كيلو. لا تقوم السمنة مقام السن في الأضاحي. السمنة لا تقوم مقام السن، لقول النبي عليه السلام لا تذبح إلا مسنة. عليه الصلاة والسلام، يعني لازم يكون عدى السنتين. مسنة كسر. مش سامع حضرتك؟ كسر باللغة الفلاحين، يعني ظهرت له سنتان. سنتان في الأمام بدلا من الأسنان اللبنية. جزاكم الله خيرا. حياك يا اختي. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ مصطفى والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. عندي سؤال يا شيخ متعلق بالحج. سل ان يحج انسان عن انسان اخر مقابل مبلغ من المال. يجوز. يجوز عادي يعني. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اتفضل. عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا مولانا؟ طيب والحمد لله بخير، الحمد لله الحمد لله. بارك الله في عمرك. يا شيخ أسألك نصيحة لأم تدعو كثيرا على أبنائها يا شيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. تنتبه هذه العجوز، خلها تتقي الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أريد أن أسأل عن حلم. حلم؟ لا ليس هنا مقام أحلام، فتاوى، ليست هنا تفسيرات أحلام. لا لا، أنا حلمت الرسول، يعني الحلم كان بصراحة حابة أفسره، لأنه الرسول يعني حلمت أنه
تحدث معي بالهاتف وكان يدلني على القبلة بس يعني. الحمد لله، إذا اتبع رسول الله والزم سنته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله حالي بخير الحمد لله. الحمد لله. الله يجزك يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. الأول، ما حكم من قال للشخص عدو الله، هل عليه إثم؟ والثاني، كنت قد قلت كلاما بغير حق يأسم. نعم، وكنت قد قلت كلام في حق سيدنا معاوية بأنه قد بغى على علي وأنه متهم وغير ذلك من الكلام. والسؤال الثالث، شخص كان يصيح بأعلى صوتي في الشارع فقلت له حرام عليك ما تفعل. هذا ما كان يا شيخ النجلي. يعني الأمور هذه متحملة إن شاء الله. أما طعنك في أرض معاوية تأثم عليه، لكن كانت فقط مجرد أن معاوية بغى أو الفئة الباغية، لا ما في مشكلة في هذا، تقتل عمارا الفئة الباغية قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا مناقبه كثيرة، فتحت بلاد على يديه ودخل أهلها الإسلام. ولكن ليس هناك إثم يا شيخ بالنسبة، لا يعني تقول من الفئة الباغية، هل فئة علي ولا معاوية؟ قلت أن مثلا الفئة الباغية فئة معاوية، لكن كان عن اجتهاد خاطئ. نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت، أنا بشتري أدوات منزلية من واحد بالتقسيط. ماشي، هو يملكها؟ لا يملكها. لا يملكها، لا يجوز. بيجيب من شخص ثاني؟ هذه حيلة من حيل الربا المستحدثة. رجل معه 250,000، إما يزوج بنته أو يحج، يزوج البنت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يا شيخ. نعم. لو سمحت، هو الطلاق الصريح يقع بس هو مش في نيته طلاق. ماذا قال؟ قال في وقت زعل ووقت ما هو كان متنرفز من شغله وغيره، أنت طالق. أنت طالق، هل كان يعني فقد التحكم في نفسه؟ ما مش قادرة أعرف بصراحة. الوصف الذي ذكرتيه، التطليقة واقعة؟ واقعة؟ محسوبة عليه تطليقة. حتى هي لو مش في نيته؟ المحسوبة ما دامت صريحة، أنت طالق، محسوبة تطليقة. السلام عليكم. اتصل بالفلاح او البائع، اقول له هاخذ منك 4 عجول استلمهم يوم عيد الاضحى، يوم عيد الاضحى اصبع عليهم، باع شخص نحسبه امين، هذا ليس ببيع، لم ينعقد البيع، لك ان ترجع وله ان يرجع. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مولانا، بيني وبين شخص شراكه علي في مال، فانا اتحايل يعني انا اتحايل عليه في مساله معينه، يعني ان انا اتحصل فيها على حقي، فهل هذا يجوز؟ تحتال لتاخذ حقك؟ نعم. هو واكل حقك عليك؟ نعم. يجوز تحتال لتاخذ حقك. دكتور ايمن، مرحبا بك يا دكتور ايمن، وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، الله يطمنا عليك يا دكتور ايمن، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، كيف حالك يا رب؟ الحمد لله. الحمد لله. معلش يا شيخ، كنت عايز أسألك بالنسبة بس لصلة الرحم، يعني لو في مثلا أخت هي بتشتغل شوية في موضوع الدجل ده، يعني ارفع الصوت شوية، صلة الرحم في أخت تشتغل في الدجل، شعوذة والسحر. أيوة، هل يعني أختها يعني تقطع صلة رحمها بها؟ نصحتها ولم تقبل النصيحة أم لم تنصحها؟ أيوة، لا نصحتها يعني. ومستمرة على سحرها ودجلها وأكل أموال الناس بالباطل. أنا ما بعملش حاجة تغضب ربنا، أنا كده يعني. أنا مش عارف.
يا لا تواصل الاتصال بها الا على قدر ما قدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما يقتضيه النصح في النصح لله. رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولادي شيخنا طيب والله الحمد. ولادي شيخ حضرتك دلوقتي ليه جاري توفى وصلوا على الجنازه في مسجد سيدنا فيثا. صلاه الجنازه في المساجد التي فيها قبور جائزه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى قبر فصلى على الميت هنالك عند القبر. سأل عن امرأة أو رجل أسود كان يقوم المسجد، قالوا ماتت ليلا وكرهنا أن نوقذك. قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ تفضل لو سمحت معايا سؤالين بس. سل. السؤال الأول، احنا بناخد بيع مقدم، يعني في فلاح واخدين منه 2 طن كراوية، واخدين الطن 20,000 من حوالي 4 شهور. أيوه. خد 40,000 وتمام، يعني خدنا عليها ايصال باستلام ال 2 طن. حاليا الطن ب 55,000. فطبعا يسلمنا ال 2 طن ولا نستلم منه طن ونص، ولا فيها مشاكل؟ ده انتوا دفعتوا الفلوس من مده. دفعنا الفلوس من 4 شهور، واخدها على اساس ان هو يسلمنا 2 طن زي ما يكون، ب 60 ب 70، النهارده الطن ب 55,000. يعني انتوا اتفقتوا على السعر يوم التسليم ولا لا؟ اتفقنا على السعر، واخد فلوسه، واخد 40,000 للاثنين طن. شوف انا في نقطة دلوقتي، الزرعة بتاعته ما جابتش الاثنين طن. اسمح لي اتكلم في المسألة لك ولغيرك. في مسألة في الشرع اسمها السلم. اسمها ايه؟ السلم. السلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يسلمون، فقال من أسلف فليسلف في صنف معلوم وكيل معلوم أو وزن معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم. أعيد وأشرح إن شاء الله. من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. ما شرح هذا الكلام؟ أنا مثلا جئت إليك وأنت تبيع حديد مثلا، تمام، قلت لك يا حج فلان أنا أريد منك طن حديد، حددت الوزن، تمام، حديد 3 لينيا، حددت الصنف، دي 3 لينيا عز، حددت الصنف اكثر، بثمن 1,000 جنيه استلمهم في 1 رمضان، وتفضل ال1,000 جنيه، يكون لي عندك الان طن حديد استلمه منك في 1 رمضان، انت ملزم بتوفيره. اذا انتقلنا الى مسألتك الكراوية، جئت لشخص مزارع او اي واحد، قلت له يا فلان أنا أريد أشتري منك طن كراوية، حددت الوزن طن، حددت الكراوية مصرية مثلا نوعها، حددت زرع، ما يشترش النوع زرع أو ما زرعش، ماليش دخل به، هو يصرف لي يومها. أستلمها منك في 1 رمضان بسعر 1,000 جنيه، تفضل ال 1,000 جنيه، فأنا سلمت فلوسي ولي عنده ماذا؟ طن كراوية. طن كراوية تمام، موصوفة. غليت رخصت انا ماليش دخل، انا لي عنده طن كراوية. فهمت يا والد؟ تمام ولا ادي الشرح؟ أوه.
تمام تمام يا شيخ، بارك الله فيك. اذا انتم تراضيتم على شيء اخر بعد ذلك انتم بالحريه، لكن انا الاثنين طن قلت له اخذهم منك طن ونص. لا مالكش رفقة به. رفقا به تشكر، جزاك الله خير. السؤال الثاني بالنسبة للأضحية. الأضحية احنا جايبين إن شاء الله عيد، فأنا واخد نص. لباني ولا إيه؟ عيد لا عيد جايبين وزن 500 كيلو. متوفر فيه شروط الأضحية يعني؟ أيوة متوفر فيه شروط الأضحية. بس أنا هاخد نصه وأخويا هياخد ربعه. وفي اثنين تاني عايزين ياخدوا فيه الربع، هم الاثنين يعني. انت واخوك صح، لان نصيب كل واحد فيكم اكثر من السبع، الاثنين الاخرون كل واحد سيكون نصيبه اقل من السبع، لان الربع اكبر من السبع، لان الربع اقل من السبع. ايوه الان انت صح واخوك صح. تمام. حقيقتك تجزي عن تضحيتك تجزي عنك واخوك تجزي عنه، يبقى الإشكال عند الإثنين الآخرين. بارك الله فيك يا عم الحاج. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون وول عليهم خيارهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا ارحم الراحمين واكرم منازلنا واوسع مداخلنا يا خير المنزلين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك أسر أسيرهم واقض الدين عن مدينهم واشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين.
اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.